لو قال قائل في حديث أبي أيوب عند مسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، لماذا كانت ستة أيام؟ فالجواب جاء مبينا في حديث ثوبان من أن من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ولفظ النسائي صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة.